على أهوال فاجعة تعيش تعز يومياتها، حيث تنهال عليها قذائف الميليشيات الانقلابية لتحصد أرواح أبنائها بين حين وآخر. 25 جريحة من نزيلات السجن المركزي كحصيلة أولية لقصف مدفعي استهدف جناح النساء بالسجن المركزي غربي المدينة. ما حدث، الساعة 4:30 سقطت قذائف مصدرها الميليشيات الانقلابية على السجن المركزي، يعني كان جميعها وقعت على السجن المخصص للنساء. كانت النتيجة استشهاد 5 سجينات وطفلة كانت في زيارة لأمها. مجزرة الميليشيات الانقلابية هذه ليست الأخيرة، فقبلها بساعات أيضا أصيب 3 مواطنين جراء مقذوف مدفعي سقط وسط شارع جمال. مسلسل انتهاكات لا تتوقف أجزاؤه، وكأن سكان هذه المدينة أقرب ما يكونون طرائد وأهدافا لقذائف وقناصة الميليشيات، إذ تحصدهم منذ أكثر من 5 سنوات. ورغم الظروف التي نعيشها في مدينة تعز، ورغم الحصار الذي نعيشه في مدينة تعز، إلا أن قذائف الحوثي لا تتوقف، تستهدف الأحياء المدنية، ويعتبر السجن المركزي من الأعيان المدنية التي لا يجوز المساس بها مطلقا. تأتي هذه الهجمات للميليشيات المتمركزة على أطراف المدينة في الوقت الذي كانت تعمل السلطات على الإفراج عن بعض المسجونين كإجراء احترازي من تفشي وباء كورونا. لكن من ينقذ سكان المحافظة من وباء الانقلاب الذي ضرب البلاد منذ ما يزيد عن 5 سنوات ونصف؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.